الآن وحصريا في استديوهات أمس أتفاس جديدة لي جيتك تسوى الذهب والدنانير حياك يا شيخ لكل العيال هلت لحون الشعر وأحلى التعابير وهل الفرح ما عاد فيها سؤال يا مرحبا واهلا هلا بحر التفاشي يا مرحبا واهلا هلا بحر التفاشي ترحيبك من قلبي غالي غالي اقبلت يا وجه السعد وجيتك ضيف اقبلت يا تميم وجوي سفاري جيتك نسوى الذهب والتناني حياتي يا شيخ لكل العيالي وهلت لحون الشعر واحلى التعابير وهل الفرح ما عاد فيها سوالي امك املها فيك الشغموم وتصير ست وسندها من صدور خيالي وهذي جت مسكحه وتنثير النزاهي بوردها التي شديها الهلالي ويرحبك فيك دون نقصين وتقصير تستاهل الترحيب باجمل مقالي يا خدي من جسدك وسوم حسابي رشط لي احجاج وجه الكمالي في مجلسه تلقني شامه طوابي كريم السبنة ما يهاب النزالي خذ الصفات الطيبه على نصابي شبيحه تسلم كرم اعتدالي خوانك الحرب قرور من مناعير اخضع لهم نشك روس الرجالي اهل النشامه ما خذوها في تزوير بافعالهم نلوح حميد الجزالي يا لشعل اليصيوم فتح الشاهير ونقدر لمثل الضيف بين الجبال في مدحهم واجب عليهم تقادير ابن تحرفي عن مجلس معالي يا مرحبا واهلا هلا بحر التفاشي ترحيبك من قلبي غالي غالي اقبلت يا وجه السعد وجيتك ضيف اقبلت يا تميم وجوي سفاري جيتك نسوى الذهب والتناني حياتي يا شيخ لكل العيالي وهلت لحون الشعر واحلى التعابير وهل الفرح ما عاد فيها سوالي امك املها فيك الشغموم وتصير ست وسندها من صدور خيالي وهذي جت مسكحه وتنثير النزاهير في وردها التي شفيها الهلالي ويرحبك بك دون نقصين وتقصير تستاهل الترحيب باجمل مكاني يا خدي من جسدك وسوم حسابي رشط لي بحلاج وجه الكمالي في مجلسه سد النشام اطوابير كريم السبنه ما يهاب النزالي خذ الصفات الطيبه على نصابي شبيحه قصه الكرم باعتدالي خوانك الحرب قرور من مناعير اخضع لهم لشك روس الرجالي اهل النشامه ما خذوها بتزوير بافعالهم نلو حميد الجزالي يا لشعل اليصيوم فتح الشاهير ونقدر لمثل الضيف بين الجبال في مدحهم واجب عليهم أبن بحرفي عن مجلس المعالي 6-8-7 ترقبوا الجديد والحصري في عالم الصوت.